أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الظهيرة الإخبارية. المغرب سيطلق عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد-19 خلال الأسابيع المقبلة. العملية المرتقبة ستشمل المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، والأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية في قطاعي الصحة والتعليم والسلطات العامة وقوات الأمن، ثم المسنين والفئات الهشة إزاء الفيروس. على أي وسع نطاق عملية التلقيح لتشمل بعد ذلك باقي المغاربة من بين خلاصات جلسة عمل ترأسها بالأمس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد وباء كوفيد-19. والبقية معك ياسر كوينتي. يندرج هذا الاجتماع في إطار تتبع جلالة الملك لتطور الجائحة والتدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشارها وحماية حياة وصحة المواطنين. خلال هذا الاجتماع وبناء على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية ذات الصلة، والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة، ووفاء للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس. وأعطى جلالة الملك توجيهاته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة. هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق غير المسبوقة تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره. فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة وفاعلية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها. وهكذا فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن، والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة. وتمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19 بفضل المبادرة والانخراط الشخصي لجلالة الملك، اللذان مكنا من المشاركة الناجحة لبلدنا في هذا الإطار في التجارب السريرية. وهكذا أعطى جلالة الملك توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي أو التقني. كما تم تسليط الضوء بالخصوص على الولوجية للقاح في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية، وكذا على اللوجستيك الطبي للنقل والتخزين وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني، ووضع نظام ناجح للتسجيل القبلي للمستفيدين. وبهذا الصدد دعا جلالة الملك إلى تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولا سيما العاملين بقطاع الصحة والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا الدعم الضروري للقوات المسلحة الملكية وفقا للمهام المنوطة بها من طرف صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في إطار محاربة كوفيد-19. وبإطلاق هذه العملية واسعة النطاق ومع الإيمان والرجاء في أن يشمل الله عز وجل برحمته كل البشرية وأن يرفع هذا البلاء من خلال التلقيح، تم إعطاء التوجيهات الملكية السامية قصد مضاعفة الحيطة في تدبير الجائحة والحفاظ على قدرات الحيطة العلمية من أجل تحيين منتظم للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال على ضوء المستجدات والوقائع الميدانية. طبعا في انتظار التلقيح وحدها الحواجز الوقائية تحمي من فرضية انتقال العدوى. الكمامة تحمي، هي أنواع قماشية ورقية منسوجة وأخرى عالية الجودة مكلفة مخصصة للكوادر الطبية، أقنعة ذات استعمال واحد وأخرى قابلة للغسل والكي. أنواع مختلفة من الكمامات نجدها في الأسواق والصيدليات توفر طبعا مستويات حماية متفاوتة. السؤال كيف نختار الأنسب؟ محاولة للإجابة في روبورتاج مريم أملال.
ارتداء الكمامة إجراء وقائي يومي أصبح عادة. علميا ثبتت فعاليتها في تقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا بنسبة 80%. لاختيارها تختلف المعايير: نوع القماش، الثمن، سهولة الاستخدام. المطلوب فقط أن توضع وتنزع بالطريقة السليمة. أنا مثلا نأخذ كمامات تمشي للفرماسية، وأول حاجة تركز عليها هي الكمامة تكون تتغطي النيف وما تضرش في الودنين، وما ما تتكونش بالداخل تتكون فيها بحال الخملات تقطعطس. هادو هما المعايير اللي تنختار. بحال ملي كنبغي نخرج نسوق السياره ديالي ضروري خصهم يكونوا معايا الوراق، لا ميم شوز الكمامه يعني ضروري خصها تكون معايا ولفناها. بالنسبه ليا الكمامه يعني نقدر نشريها من اي بلاصه، تقدر تكون ديال التوب، نشريها مثلا من عند مول بيسري فرماسيان، المهم هو انني تكون الوقايه وصافي. أنواع مختلفة من الكمامات قد نجد بعضها بالصيدليات فقط وأخرى متاحة في المراكز التجارية الكبرى ومحلات البقالة. مستويات فعاليتها تختلف، ولتؤدي دورها الوقائي بمنع انتشار والتقاط فيروس كورونا عن طريق الرذاذ أثناء الضحك أو الكلام والسعال والعطس، الجميع يجب أن يلتزم بوضعها. كاين كمامات هي أقنعة طبية ذات فعالية عالية بحال من نوع FFP2 ولا KN95 ولا الأقنعة الطبية الجراحية، وهذه خصها تقتصر على الأطر الطبية اللي هما في مواجهة مباشرة مع المرضى اللي يقدروا بسهولة يلتقطوا الفيروس. دونك هذه خصها ينحصر الاستعمال ديالها على الكوادر الطبية. وكاين الكمامات غير منسوجة ولا الكمامات القماشية، وهذه هي اللي خص عموم الجمهور ديال الناس يستعملوها. الكمامات القماشية استعمال ديالها يمكن نعود نستعملوها عدة مرات بشرط أننا نضفوها يوميا بالماء الدافئ اللي ما كتقلش درجة الحرارة ديالو على 60 درجة والصابون. ولكن ما كتوقفش دخول الفيروس لعند الشخص. سواء أكانت قماشية أو غير منسوجة أو حتى من صنع منزلي، الكمامات تحمي فقط بالانخراط الجماعي في الالتزام بارتدائها بإحكام والتعامل معها وفق الضوابط الصحية لحماية أنفسنا وغيرنا. أودى بحياة 84 مصابا بالأمس، نعم 84 حالة وفاة، وهو رقم قياسي فيما تراجع نسبيا على الأقل عدد المصابين. تأكدت بالأمس 3170 حالة إضافية. شيماء لالا. فيروس كورونا لا يزال ينحو منحا تصاعدي. حصيلة 24 ساعة الماضية سجلت 3170 إصابة مؤكدة، رفعت مجموع الحالات المؤكدة إلى 259,951 حالة. الفترة ذاتها شهدت حسب النشرة اليومية لوزارة الصحة تسجيل 3104 حالات شفاء، ليبلغ مجموع المتعافين 212,905 حالة شفاء تام، بنسبة تعافي بلغت 81.9%. فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4356 حالة وفاة بعد تسجيل 84 حالة. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة المؤكدة، وزارة الصحة أكدت أنها رصدت ب12 جهة، وأن النصيب الأكبر منها سجل بجهة الدار البيضاء سطات ب1177 حالة، متبوعة بجهة الرباط صلى القنيطرة التي بلغ عدد الحالات المسجلة بها 953 حالة، تليها جهة الشرق ب279 حالة. الوزارة كشفت أيضا أن عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج وصل إلى أزيد من 42,000 حالة. لكن ماذا عن الأطفال؟ الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية الكمامة إجبارية عند الأطفال ما فوق سن 12 سنة من العمر. إذا الشرقي وجليل بن فتح. هي سنة دراسية استثنائية بالنسبة لهؤلاء الأطفال الذين أصبحوا ملزمين بارتداء الكمامات داخل فصولهم الدراسية. فارتداء الكمامة في المغرب يبدأ عند الأطفال الذين يدرسون بالقسم الخامس ابتدائي ابتداء من سن 10، فيما الأصغر سنا يكفيهم اتباع معايير التباعد الاجتماعي. إنه ضروري ارتداء الكمامة بالنسبة للتلاميذ الذين تتراوح أعمار ما بين 10 سنوات وما فوق، فيما الأطفال أقل من 10 سنوات يكفيهم اتباع الوقاية، وارتداء الكمامة يبقى فقط فعل اختياري بالنسبة لهم.
سي ليزيكول. إذا كانت المؤسسات التعليمية تتبع معايير الوقاية من فيروس كورونا كاستعمال المحلول الكحولي والتباعد الاجتماعي، يمكن للأطفال إزالة الكمامة. حسب منظمة الصحة العالمية، يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وما فوق ضرورة ارتداء الكمامة واتباع نفس شروط الوقاية الصحية كما الكبار، فيما بعض الدول كفرنسا تفضل نهج سياسة ارتداء الكمامة عند الأطفال بدءا من سن 6. المغرب ينتظر تطورات جائحة كورونا لإدخال تعديلات على البروتوكول الصحي داخل المؤسسات حسب الحاجة.